في حلقة جديدة، بث مباشر. رح تكون هذه الحلقة سبب بركة لحياتك. اخترت هذا الموضوع لأنه يعني كل الأمور في شخصية وفي هوية يسوع المسيح لابد أن تعجب كل شخص. فالمسيح هو الكمال، هو المثال، هو الجمال في كل شيء. لما بتقرأ الإنجيل المقدس بتكتشف هذا الشيء. وأنا عاوز أتكلم عن هذا الموضوع لأنه في هجوم يعني من كل ناحية ضد هوية المسيح، سواء في الغرب سواء في الشرق. والغريب يعني أنه لما بتطلع على شخصية المسيح لازم تحبها، لازم تخضع لها، لازم تقتفي أثارها، ولازم تتمثل فيها. لكن شو اللي بخلي العالم فعلا يقاوم يسوع المسيح؟ أنا من فترة حكيت عن روح ضد المسيح، لأنه كل شيء فيه روح ضد المسيح لابد أن يقاوم يسوع المسيح، ولابد أن يقاوم إرسالية المسيح. في هذه الحلقة راح ألقي الضوء على هذا الموضوع ونشوف كتير أشياء اللي بيتميز فيها يسوع المسيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل. أهلا أحباء المشاهدين. النبي إشعياء تنبأ عن يسوع المسيح 700 سنة قبل ميلاد المسيح، وقال عن يسوع: يدعى اسمه عجيبا. فالمسيح عجيب في اسمه، عجيب في طبيعته، وعجيب في عمله أيضا. شخصية المسيح شخصية متميزة جدا سواء نظرنا له من أي ناحية. إذا نظرنا لتعليم المسيح فهو متفوق، إذا نظرنا لمعجزات المسيح فهي خارقة، إذا نظرنا لحياة المسيح فيعتبر معجزة أخلاقية. المسيح يتميز بأمور لا توجد في أي شخص آخر، ومن خصائص ومواصفات المسيح أمور مش موجودة في أي نبي ولا أي شخص آخر في هذا الوجود. يعني إذا تكلمنا عن ميلاد المسيح العذراوي، إذا تكلمنا عن تتميم النبوة، 300 نبوة تتم في حياة المسيح على الأرض، هذه تعتبر معجزة حسابية. إذا تأملنا في حياة يسوع المسيح فهو بلا خطية، لم يعرف خطية، لم يفعل خطية، فهو القدوس البار، وهو نور لا يدنى منه. شيء آخر بيميز شخصية المسيح إنه يجمع الطبيعتين، الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية، باتحاد كامل واحد في الجوهر مع الآب في اللاهوت. له الأسماء الإلهية، وله الأمجاد الإلهية، وله الأعمال الإلهية، وله أيضا الصفات والطبيعة الإلهية. وطبعا يكفي أن نقول أن المسيح هو الذي هزم الموت وقام من الأموات، فهذا إن دل على شيء بدل على مصداقية وشرعية يسوع المسيح. هذا بحد ذاته يعتبر يعني من أعظم الدلائل على تفرد وتميز المسيح. لكن أنا عاوز أخاطب كل شخص يعني في مستوانا الطبيعي والعادي. لما أنت بتيجي بتجمع الأنبياء وبتجمع العلماء والحكماء والفلاسفة، يمكن تعجب في شخصية سقراط وأخلاقياته، يمكن نوعا ما تعجب في فلسفة أفلاطون، مع أنه فيها كمان أمور بعيدة عن الكتاب. يمكن البعض يعجب في شخصية بوذا، وبتعجب في شخصيات اللي أثرت على التاريخ. أنا بتكلم من ناحية أدبية، من ناحية أخلاقية. لكن عندما تنظر إلى شخصية يسوع المسيح فأنت تندهش، فأنت تتعجب. وعندما أراد أن يصف الكتاب قال يدعى اسمه عجيبا، فعلا عجيب في كل شيء. ولكن أنا عاوز أتكلم على المستوى اللي بتعرفه الناس في شخصية المسيح. ما يعجبني في شخصية يسوع المسيح أولا أن المسيح كان حازما وكان حاسما أيضا. فالمسيح هو سيد كل المواقف، لم يفاجأ إطلاقا، لم يتردد لحظة، لم يساوم أو يساير أو يتهادن على حساب أي شيء، لم يضغط عليه سياسيا أو دينيا أو اجتماعيا. المسيح كسر التقاليد اللي كانت في تلك الأيام وركز على شريعة الرب أهم من أي شيء. حاولوا مرارا وتكرارا أن يوقعوا المسيح في شرك أو في فخ أو في سؤال فيه من الاحتيال، لكن لم نرى أن المسيح اتفاجأ، لكنه دائما يجيب على الأسئلة، لم يغير فكره إطلاقا. فالمسيح لم يقل شيء وبعد كم يوم رجع غير فكره. ففكرة مثلا الناسخ أو المنسوخ لا توجد في المسيحية، لأنه هذا طبعا ضد أخلاقيات الله وضد طبيعة الله، فالله لا يتغير ولا يغير فكره أيضا. وهذا ما نراه أيضا في شخصية المسيح. المسيح لم يستعمل إطلاقا كلمة إن شاء الله، لم يعتذر ولا مرة واحدة، لم يتأسف على شيء، لم يغلط ورجع صحح خطأه، لم يقول للناس ارجعوا لي بكرة أنا بعطيكم الجواب. في كل المواقف كان بيعلم، كان بيشفي المرض، كان بيخرج الشياطين، وكان بيرد على أسئلة طبعا المحتجين والمدعين، وأحيانا الجاحدين والمجدفين أيضا. كان دايما عنده الجواب المناسب في كل لحظة. المسيح كان حازم، كان حاسم جدا في كل قراراته وفي كل أفكاره وفي كل معاملاته. تعرفوا أحبائي، المسيح شخصية مميزة. كان المسيح بيتحرك بالإرادة الإلهية، وكان دايما يعني مثلا في أي مكان بروح كان بيتبع أجندة الآب، كان بيتبع أجندة الرب. وبتعرفوا لما راح مثلا للسامرة ما اهتمش بالضغوطات السياسية أو العنصرية الدينية اللي كانت موجودة في تلك الأيام. ثم راح للأمم، للمرأة الكنعانية، لم يبالي شو الناس كانت بتفكر في تلك الأيام. كان عنده غرض واحد وحيد، أن يمجد الله، يتحرك بالإرادة الإلهية، وكان بيمشي يسير كما قال عن نفسه طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. فالمسيح أحبائي في كل تحركاته كان حازم، كان حاسم، كان سيد كل المواقف، لم يتغير، لم يغير فكره، لم يناقض نفسه. كل كلام اتكلمه يسوع المسيح تم. لما قال أنا هو خبز الحياة أشبع الآلاف، لما علم عن المحبة أحب الخطاة، لما علم عن الغفران سامح لصالبيه، لما اتكلم عن القيامة قال أنا هو القيامة أقام الموتى، وعندما قال أنا هو نور العالم فتح عيون العمي. فإذا مش مجرد أقوال ولا شعارات مكتوبة. فنحن العرب نفتخر بالشعارات ونفتخر باللغة ونفتخر بالأقوال، وجبتنا آلاف السنين لورا، لأن الكلام لا بيزيد ولا بينقص ولا بيعمل أي شيء. كلام المسيح قوة خارقة، كلام المسيح بغير، كلام المسيح كان يجري المعجزات، كلام المسيح كان يعزي، كلام المسيح كان يلمس النفوس الجائعة والعطشانة والنفوس المحتاجة والنفوس المتألمة. لم يغير فكره في كل شيء، كان فعلا سيد المواقف، كان حازم وحاسم. شيء تاني أحبائي اللي أعجبني ويعجبني في المسيح أو في شخصية المسيح وهوية المسيح هي معاملات المسيح. ولاحظوا لما بتكلم عن أنه حازم حاسم أو معاملات المسيح، أنا بتكلم على المستوى الناس اللي بتعرفه، لأنه احنا قلنا في أمور المسيح بيتميز فيها لا يوجد له مثيل، فريد من نوعه، واحد من نوع لا مثيل له، هو يسوع المسيح. معاملات المسيح أحبائي فعلا شيء تاني بتدهش وبتخلي الإنسان يكون في حالة الشكر والعرفان والامتنان والجميل لهذا الشخص الفذ الرائع الفريد، شخصية يسوع المسيح. في معاملاته أحبائي كان لطيفا، كان وديع، كان مليان حنان، مليان شفقة على الناس، رأى الجياع تحنن عليهم وأشبعهم، رأى النفوس فتحنن عليها لأنها رعية بلا راعي. تعرفوا أحبائي، رأى يسوع المسيح الأعمى فتقابل معه ولمسه وغير حياته وفتح عينيه، سواء أعمى بارتيماوس، سواء أعمى بيت صيدا، سواء أعمى المولود أعمى في يوحنا 9، وسواء العمي الكثيرون اللي شفاهم عندما قال ليوحنا المعمدان العمي يبصرون. كان مليان إنسانية، كان مليان حنان، كان مليان شفقة. تعرفوا كتير من الأنبياء تتميز حياتهم بالعنف، في البطش، في القتل، عدم الغفران، عدم المسامحة، عدم المحبة، الكراهية للأعداء، البغضة للناس، عدم التسامح مع الآخرين. وتغيرت الأفكار مع طبعا الزمن، يبتدأ في شيء يمكن في تسامح وتنتهي بغضب وعنف وقتل. فإذا المسيح لم يتغير، معاملات المسيح معاملات جميلة جدا، لطيف، حنون، وديع. هو الذي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. هو المكتوب عنه كنعجة أمام جازيها، هو المكتوب عنه لا يصيح في الشارع، هو المكتوب عنه تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال، هو الذي قال سلاما أترك لكم اطلبوا لكي يكون فرحكم كاملا. فهو اللي بيعطي الفرح، هو اللي بيعطي السلام، وهو اللي بيعطي الراحة واللي بيعطي الطمأنينة. معاملات المسيح كانت دايما للخير، لخير الإنسان ومنفعة البشرية. رأى الجياع أشبعهم، رأى الأعمى فرد له البصر، رأى الأبرص، الناس بتهرب من الأبرص، تقدم ولمس الأبرص فطهر من برصه. تعرفوا أحبائي، كان الأمر أمام يعني المجتمع، أمام الناس، ورد له اعتباره أمام الناس، لأنه الناس بتبغض الأبرص وبترجم الأبرص، بتتكلم ضد الأبرص. في أحد الأيام كان ماشي في جنب قرية اسمها نائين، رأى أرملة تبكي، مصدر رزقها، فلذت كبدها، ابنها الوحيد مات، فالرب يسوع أقام هذا الميت. كذلك ابنة رئيس المجمع لم يخذل إنسانا، لم يرد أي إنسان. ألم يقل الكتاب: نظروا إليه ووجوههم لم تخجل. كل الناس ممكن يصيبك منها خذلان، وممكن يكون عندك توقعات وسرعان ما هذه التوقعات تبوء بالفشل الكامل في كل معاملاته، سواء مع المرضى، سواء مع الاحتياج، سواء في عمل الخير، سواء في تطهير الأبرص، في إخراج الشياطين، في إشباع الآلاف، في اهتمام في احتياجات الناس الجسدية والنفسية والروحية. دايما معاملاته لطيفة. كل من يريد أن يقترب إلى يسوع المسيح لابد أن يشعر بدفء محبته وحنانه. يمكن أنا ذكرت هاي القصة مرة، لكن لا أنسى في أحد المرات أخت من الجزائر صرخت في المطار ونادت علي، هي بتشتغل في السكيورتي، وبعدين قالت لي: لما أنت بتكلمني عن يسوع المسيح ولما بتكلمني عن دفء محبة المسيح، أنا غصب عني بدي أحبه وبدي أآمن فيه. لكن للأسف اليوم في مقاومة شرسة في الغرب ضد يسوع المسيح. للأسف الشديد في مقاومة عنيفة وشرسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضد هوية وشخصية يسوع المسيح. فالمسيح كان حازم وحاسم. معاملات المسيح لطيفة جدا. شيء ثالث أحبائي، يسوع المسيح يعتبر البطل، في حقوق الإنسان، في المساواة للجميع. ولاحظ المسيح لم يتبع شعارات ولا كلمات منمقة ولا اهتم بالشعبية. الذين قالوا له أوصنا لابن داود هتفوا وسبحوا. يوم الجمعة كتير ناس قالوا اصلبه اصلبه، ومكتوب عنه كان يعرف ما في قلب الناس، مش بحاجة لشهادة الناس. لكن المسيح يعتبر بطل، تشامبيون في حقوق الإنسان، المساواة للجميع. إذا بتنظر في حقوق المرأة، لما بتشوف كيف المسيح تعامل مع المرأة في الإنجيل المقدس، حقوق الأطفال، ما هو شيء جديد بيعملوا له هيئة عشان يهتموا بالحقوق المرأة، ونص دول العالم لا تهتم بحقوق المرأة. لكن حتى يكونوا politically correct، حتى يكون عندهم سياسة مقبولة الازدواجية، العالم عم بساير مرعوب، بخايف انه يواجه الباطل والضلال حتى تكون الامور السياسية كلها ماشية مزبوطة. كان بيهتم بحقوق الأطفال. المسيح كان بيهتم بالعدالة الاجتماعية. اليوم في كتير حقوق للإنسان لكنها تسيس بحسب المكان، بحسب الهيئة، وبحسب الدولة. بدل ما يكون عندها الموقف المحايد، ما بتهتم بالعدالة الاجتماعية. وجود المسيح أحبائي كان ضد الظلم، بتعرفوا المسيح تعامل مع مرأة سامرية، وكان في عداء وعنصرية بين اليهود وبين السامريين. المسيح كسر العنصرية وقبل هذه الامرأة بكل ماضيها، بكل خطاياها، بكل بشاعتها، بكل مراوغتها، وبكل سقطتها. في قلبها كان في بحث، عاوز تعرف مين المسيح. وعندما قال يسوع: ادعي زوجك، قالت له: ليس لي زوج. قال لها: بالصواب أجبت. فعلا، لأنه كان عندها 5 والسادس 5 أزواج، وما بنعرف شو صار بالأزواج، لكن السادس اللي عايشة معاه بالحرام. فإذا كان عندها جوع روحي وعطش روحي لا يستطيع أحد أن يشبعه إلا يسوع المسيح. فالمسيح لم يعنفها، لم يوبخها، لكن بمحبته الدافئة، لأنه مكتوب عن يسوع شمس البر والشفاء في أشعتها، في أجنحتها اللي بتلمس هذه الأرض المعذبة بالآلام والخصام والمرض والظلمة والبؤس والشقاء والجهل بكل أنواعه. جاء المسيح أحبائي حتى يتعامل، كسر العنصرية، كان لطيف معها. علم المسيح عن مثل السامر الصالح، مش مهم انك تكون شو خلفيتك، لكن الذي يصنع الرحمة. المسيح تعامل مع المرأة الزانية في يوحنا 8، أرادوا أن يرجموها، فقال من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. وعندما خرج الجميع سألها يسوع أما دانك أحد؟ قالت لا يا سيد. قال لها ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي. طيب النساء اللي بتتبع دين بنقص من قيمتها ومن عقلها، واللي بتتبع دين انه ممكن الرجل يتزوج اكثر من مرأة، امام هذا الشخص الرائع يسوع المسيح شو رايك كيف اتعامل مع المرأة؟ فالناس لازم تحب يسوع المسيح. اتعامل مع مرأة تانية بسميها الكتاب المرأة الخاطئة في لوقا 7. عنف الرجل الدين سمعان الفريسي ولكنه غفر، قال لها يا ابنة مغفورة لك خطاياك. لهذه المرأة المحطمة المهشمة والمهمشة بالخطية وكلام الناس والتجريح والتعيير، الواحد منهم سمعان. فالمسيح بلطفه المعهود ومحبته الفائقة استرد هذه الإنسان. ثم قال أحباء العبارة المشهورة لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. في أحد الأيام جاء إلى أريحة وتعامل مع واحد رئيس العشارين اللي بيجمعوا الضرائب، وهي الناس مكروهة منبوذة يعتبروا عملاء للرومان، لكن المسيح غير حياته ودخل بيته وقال إذ هو أيضا ابن لإبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. فإذا أحبائي هو الشامبيون، هو البطل في حقوق الإنسان. زكى المرفوض المنبوذ المتروك من الناس، قبله يسوع المسيح. بالحقيقة إنه يسوع كان بيأكل مع الخطاة، مع العشارين، مع الزواني، اللي خلت رجال الدين يعني لا لا لا, لا ابعدوا عنه، هذا بيأكل مع الخطاة، هذا شخص مش مزبوط. فقال العبارة جئت لا لأدعو أبرارا للتوبة بل خطاة. فإذا كسر كل التقاليد والعادات الباطلة اللي كانت في أيامه. في مرة مدح قائد 100 شخص روماني بسبب إيمانه، قال لم أجد مقدار في إسرائيل حقوق إنسان مهمش روماني. مرة تاني كنعانية، شعب الكنعان مرفوض منبوذ إلى 10 أجيال، لكنه أخرج الشيطان من ابنتها ومدح إيمانها وتغيرت حياتها. هذا هو يسوع المسيح. نقول أفضل دين، أفضل نبي، الكلام حبيبي ما بيجيب إلا إذا أنت فعلا اختبرت يسوع المسيح واكتشفت يسوع المسيح، لأنه هذا عن طريق الإعلام. ابقوا معي، خلينا نسمع لهذه الترنيمة وبعدها راح أرجع ونفتح الخطوط إذا عندك مداخلة أو إذا عندك تعليق أو إذا عندك أي سؤال. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للمسيح الموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم المقعد، أعطى الضرير البصر، أمواج بحر هداء، جمعا غفيرا أشبع، يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه، وجموع جاءت تسمعك، تتعلم من حكمة فاك، ففتحت الثغر وعلمت، أشبعت قلوبا بغناك، ساعات عبرت والجمع آلاف احتشدت قد جاعوا، والخبز قليل والسمك غلاما يشبع بالكاد، غلاما يشبع بالكاد، فنظرت في حب لهم، أشبعت جوع جسدهم، يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه. يا امرأة لقد شفيت من مرضك فلتبصر، إيمانك قد شفاك. يا بني قومي، يسوع سيحرسنا. شوفي وجهه أيضا. أيها الشاب لك أقول قل. معجزة. هل حدثت معك معجزة؟ معجزة شفاء أو فداء، معجزة خلاص أو تحرير؟ خبرنا فنخبر الآخرين. أهلا أعزائي المشاهدين، ما الذي يعجبني في شخصية المسيح؟ كمان عاوز أضيف شيء مهم جدا في موضوع حقوق الإنسان. هو يعتبر التشامبيون، البطل، لكن أهم شيء أحباء اليوم كل الناس بتنادي في المساواة وبتنادي بالحرية. فالحرية هو أن تفعل ما يريده الله، مش ما أفعل إيه أنا بدي إياه. واليوم أحباء الناس كتير بتغني وبتنادي في الحرية، لكنها مستعبدة للخطية، لأن من يفعل الخطية فهو عبد للخطية، لأن من غلب منه فقد صار له عبدا. فإذا المسيح علم عن الحرية الحقيقية، وأن هذه الحرية تتطلب قوة خارجة عنك، قوة إلهية. من أجل هذا قال: إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. وعلم عن هذه الحرية من خلال كلمة الله: وتعرفون الحق والحق يحرركم. فإذا المسيح يعتبر التشامبيون في حقوق الإنسان، الحرية للجميع، مش الضغوطات السياسية والحكومية، مين معاه مصاري أكتر، مين معاه نفوذ أكتر، البلد المزدهرة أكتر، البلد اللي بتدفع للجمعيات والهيئات أكثر هي اللي إلها الصوت وإلها الكلمة. المسيح تعلم أنه كل البشر متساوية، وأن الله بحب الجميع بغض النظر، ولكن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. المسيح لم يتعامل مع أبيض أو أسود، لم يتعامل مع أي شعب عن شعب آخر، لم يتعامل مع يهودي أو أممي أو أي شعوب أخرى. فخلاص المسيح هو للجميع، والنفس البشرية هو ما يهم البشر. وللأسف اليوم بتشوف كتير مشاكل في موضوع الريس، الجنس، يعني في العرقية والعنصرية إلى آخره. يعني حبيت عبارة قالها واحد، ما في شيء اسمه عرق أبيض أو عرق أبيض، في عرق واحد هو الجنس البشري. يعني ما في يعني بلاك ريس أو وايت ريس، there is human race، العرق الجنس البشري. الله ما قسم ألوان، أحمر، أصفر، بني، أسود، أبيض، كل هاي الألوان للشعوب، عنده النفس البشرية، لون واحد أمام الرب. هذه النفس التي تحتاج إلى يسوع المسيح. بتعرف لو الشخص بس يبحث، صدقني يعني دايما بتحدى بقول بس يا ريت تقرأ الكتاب المقدس، اقرأ بس العهد الجديد، حياتك رح تتغير، ورح تشوف إنه كتير أشياء أنت بتسمعها وكتير أشياء بتتعلمها هي مناقضة مخالفة اللي مكتوب عنه في الكتاب المقدس، لكن عشان يحموا أنفسهم، لأنه صار الدين قضية سياسية، فعم بحاموا عن بلد، عن سياسة، عن دين، مش عاوزك تقرأ الكتاب المقدس. بتعرف مين مش عاوزك تقرأ الكتاب المقدس؟ الشيطان. الشيطان مش عاوزنا نتعرف على يسوع، مش عاوزنا نقرأ في الكتاب. ليه؟ لأنه بحال ما نقرأ رح نتغير. فأنا بصلي من كل قلبي إنك تقرأ كلمة الله. رح أستكمل الحديث، بس خليني أخذ مكالمة من الأخت فريال. الأخت فريال، الو اخ نزار. اهلا وسهلا اخت فريال، اهلا بيكي. اهلا بيك، سلام ونعمه المسيح معك اخي العزيز نزار. سلام الرب معك، اهلا وسهلا. الرب يسوع المسيح له كل المجد، امره لا حمل سيف ولا تعامل بعنف. في بعض مو مثل الدين اللي الهه يحرض على القتل، ورسوله يقول جئتكم بالذبح. الرب يسوع المسيح في اصحاح في انجيل متى إصحاح 26 لما جاء يهوذا الإسخريوطي أراد أن يسلمه للجنود بقبلة، فقال له يسوع يا صاحب لا عنفوا ولا أمر بقتله ولا قال أي كلمة رديئة عنه. ويهوذا الإسخريوطي لو تاب كان المسيح له كل المجد غفر له وسامحه. وأيضا لما أحد تلاميذ المسيح له كل المجد أراد أن أزل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع إذنه، ماذا قال له يسوع له كل المجد؟ قال له رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون بالسيف يهلكون. الرب يسوع المسيح له كل المجد، هو على الصليب الآلام والعذاب، قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هذا إلهنا اللي علمنا عن المحبة والتسامح والغفران. أنا أصلي لكل شخص أن يتبع هذا الإله ويعرفه، ما راح يخسر لا في الحياة على الأرض ولا في الآخرة، لكن يكون له الحياة الأبدية ويحرره من عبودية الشيطان ويحوله من إرهابي إلى إنسان وديع، إنسان يعرف الرحمة ويتمثل بسيده الرب يسوع المسيح. شكرا أخ نزار، والرب يباركك. شكرا كثير أخت فريال، ربنا يباركك، ربنا يباركك. فعلا المسيح مش بس تكلم كلام، لكن مثل ما ذكرت فعل أفعال. وفي أكتر وقت عصيب ومحرج اللي كان في بستان جتسماني برضو طلب من بطرس قال له رد سيفك إلى غمده. وإحنا بنعرف تاريخيا أحبائي كل إشي ابتدى بالسيف رح يهلك بالسيف، ودم بجيب دم، وقتل بجيب قتل. وإذا بتعمي يعني شخص بتصير كل العالم، يعني مثل ما قال غاندي لو إحنا اضطرينا نعمي كل شخص بيرتكب خطأ العالم كله صار عميان. لو قطعنا ايدين كل اللصوص كان نص العالم اتقطعت ايديها، لو وهكذا يعني كان كسرنا كل أسنان العالم. فالفكرة أحبائي قوة المحبة والغفران هي قوة لا تستهين فيها، بتغير، قوة اللي أعطت حضارة للشعوب وغيرت شعوب بأكملها. شيء آخر اللي بيعجبني في شخصية المسيح هو أمانته، أمانة المسيح المطلقة. تعرفوا أحبائي لم يطالب بشيء لم يفعله هو. عندما تكلم عن إنكار الذات أو حمل الصليب، المسيح أنكر ذاته وحمل الصليب. عندما تكلم عن الغفران غفر، وعندما تكلم عن المحبة أظهر المحبة، وعندما علم عن عدم الانتقام شفنا إنه المسيح غفر على الصليب وحتى اللي عم بخونه. انتوا عارفين في هاي اللحظة يعني أنا لما أول مرة قرأت الكتاب المقدس يعني هيك صار دمي عاوز أمسك السيف وأقطع راس يهوذا. حد بشوف هاي الشخصية الحلوة الجميلة يسوع وبتخونه، لكن لما بتبتدي تشوف كلمة الله وبتتعمق فيها بتشوف كم المسيح كان محب وكان مسالم وكان فعلا رسالة حية لكل من حوله. عدم الانتقام مثل ما سمعنا، قال يا صاحب بدل ما بنسمع كثير بهاي الله يلعن والله يعمل هيك والله يساوي هيك والله لا يردك والله والله، بالعكس هاي مش في المسيحية، هذا ضد الكتاب، ضد المسيحية، ضد تعليم الكتاب المقدس. تعليم الكتاب المقدس المحبة والغفران والتسامح. تعليم الكتاب المقدس قوي جدا لأنه مش خايفين، اللي بخاف بيستخدم لغة بشرية، اللي بخاف بيكون إلهه ضعيف، اللي بخاف ممكن يكذب، ممكن ينكر، ممكن يخدع، يمكن يمكر، لأنه هاي صفاته. لكن المسيح المؤمن الحقيقي ما عنده خوف، بيتكلم الحق حتى ولو على قطع راسه. مثل يوحنا المعمدان قال لهيرودس أنتيباس لا يحق لك أن تأخذ زوجة أخيك، وقطع رأسه بسبب كلام الحق. اليوم أحباء عايشين في عصر شرسين متصلفين مقتحمين غير طائعين غير شاكرين شرسين، يعني بتشوف العكس في هذه الأيام. لكن نحتاج إلى أخلاقيات المسيح تملأ الأرض وتعلم كل البشرية. فعلا هاي التعليم اللي احنا بنحتاجه. قل لي هذا التعليم هل موجود في أي كتاب آخر؟ أنا بقول لك بس في الكتاب المقدس. هذا النوع من المحبة، المحبة اللامحدودة، المحبة الغير مشروطة، المحبة اللي بغض النظر شو أخطأنا، هاي محبة أزلية، محبة أبدية، محبة ما بتتغير مع الزمن، محبة مش يعني إذا حبيت. قال يسوع إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل فأي أجر لكم، أليس الخطاة يفعلون هكذا؟ هذا. وعلى فكرة الشيء اللي بيذهلني وبيعجبني في يسوع إنه ولا مرة يسوع المسيح عم بطالب بشعبية، عم بطالب في قبول، بل بالعكس يعني حط التلاميذ في امتحان. ألعلكم تريدون أن تتركوني لأنه تركوه، قالوا هذا التعليم صعب. أجاب بطرس وقال إلى من نذهب يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد عرفنا وآمنا أنك أنت هو المسيح ابن الله الحي. فإذا أمانته أمانة مطلقة، ما طالبنا بأي شيء نعمله لم يفعله هو. وهذا هو مثال الكمال، وكمال المثال، ومثال الجمال، وجمال المثال، بل كمال الكمال، شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد. شيء آخر بيعجبني في المسيح التضحية المتفانية. أنا مش بتكلم بس على التجسد، هو معجزة إنه يعني الله اتخذ جسد في ملء الزمان، بتقول لي هذا كفر؟ لا، مش كفر. الله هو القادر على كل شيء. إذا الله بحب الإنسان وعشان يخاطب الإنسان صار إنسان، هذا مش كفر ولا جحود. أنا بقول لك وانت الكفر، الكفر لما بتساوي نبي في الله هذا كفر، هذا تجديف على الله. أنا بقول لك وانت بيكون في كفر تجديف. لو أن المسيح إنسان، ولد إنسان، وإحنا الكل بآمن إنه ولد ولادة عذراوية من الروح القدس، لم يمسس مريم العذراء أي بشر. لو قلنا أن المسيح إنسان وجعلناه إله لقلنا هذا كفر. إذا في ملك عظيم، ملك بلاد، وفي يوم من الأيام خلع الحلة الملوكية ولبس ثوب عادي وحط هيك زي برنيطة، طاقية، قبعة، ومشي بين الناس وفات السوق والماركت، هل قللت من قيمة الملك؟ مع أنه صار إنسان عادي وماشي بين الناس ومع الناس وبيهتم وبيسأل وبيعمل والناس مش عارفة، هل قللت من قيمة الملك؟ لا، هو ملك، ولكن كونه فعل هذا ويرجع للملوكية بنقول ملك بجدارة كمان، وهذا ما فعله يسوع المسيح. فهو ملك وبجدارة أيضا ملك، لأنه ترك السماء، أخلى نفسه، آخذا صورة عبد. يعني هي التجسد بحد ذاتها معجزة، بيكفي أنه نقول الله يأخذ جسد، هذا بحد ذاته شيء عجيب لا يستوعب العقل. بس أنه يكون عبد ويموت على الصليب، هي قمة التضحية وقمة التفاني. لكن المسيح أحبائي علم عن التضحية المتفانية، مكتوب لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. يا على المثال الرائع. اليوم الناس عاوزة تكون في بوزيشن، في هيك في مقام عالي. المسيح قال أنا يعني بيكفي أنه جاء من السماء، اخدموني، اعملوا لي، وإله الحق الشرعي لأنه ملك. لكنه قال لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. أحبائي هذه التضحية المتفانية. قال أيضا ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائك. أحبائي خليني أسألك، هل في أي نبي قال لك أنا بحبك؟ بصراحة هل أنا بهتم فيك لدرجة أنا مستعد أعطي حياتي من أجلك وفداك؟ بل الناس عم بتموت من أجل النبي، بتموت من أجل الله. المسيح قال ما بدي فدائيين. المسيح هو الفدائي، هو اللي افتدانا من لعنة الناموس، وافتدانا واشترانا أحبائي بثمن باهظ كلفت دمه. قال أنا بديش حد يموت من أجلي، أنا اللي بدي أموت من أجلك. بتعرف هاي الشعارات اللي برددوها مرات في الشرق الأوسط بالروح بالدم، وللأسف حتى مسيحيين. كنت بشاهد هيك مرة مشهد بالروح بالدم نفديك يا يسوع. لا لا لا، مرات يمكن نحكيها على أساس بنحب يسوع ومستعدين نموت من أجل يسوع، بس الفكرة لا لا لا، المسيح هو اللي فداك، هو مش محتاج ناس تدافع عنه. هو الأسد، دع الأسد يدافع عن نفسه، هو القادر على كل شيء. اللي بدافع عن النبي وبدافع عن الله لأنه ضعاف، بدافع عنه. إحنا إلهنا مش ضعيف، إلهنا قوي، والرب يسوع المسيح هو القوة والحكمة أيضا. فإذا هو اللي فداك عشان أنت ما تموت، هو اللي مات من أجلك. لكن طبعا إذا أدى الموضوع من أجل إيمانك أنك تموت من أجل يسوع المسيح فليكن هذا. يمكن هذا التعليم صعب، هذه النوع من المحبة المتفانية. منقول أحبائي يا رب لا تدخلنا في تجربة، لأن فعلا ما بنعرف إلا في لحظة الامتحان والتجربة بينعرف معدن الشخص، لأنه ما بدنا نتكلم مجرد كلام أحبائي. قال يسوع: ليس التلميذ أفضل من معلمه. تعرفوا لما بتقرأ عن شخصيات كتير في التاريخ، رؤساء، أنبياء، اللي بيعجبني في شخصية المسيح بيكفي إنه التجسد هو معجزة، لكن يولد في مذود هذا لا يستوعبه العقل. واو. بعدين شيء تاني، إنه يموت على الصليب، وعندما دفن قبل قيامته دفن، ما عندوش قبر يا عيني، دفن في قبر مستعار. هاي الشخصية، هذا المثال اللي أنا بدي أتبعه. سيبك من الكلام والشعارات اللي بنسمعها كتير في هالأيام، هذا الشخص اللي أنا عاوز أسمعه. بتذكر حياة الوالد، تعرف احنا فلسطينيين ربينا على السياسة والشعارات السياسية والخطابات. كان بحب جمال عبد الناصر كتير، وبعدين كان عمري 7 8 سنين، كان يقعدني أسمع الخطاب، بعدين بعد الخطاب يقول لي: سامع كل كلمة من كلامه بزين طن. لما أجيت للمسيح وصرت مؤمن بيسوع المسيح، اكتشفت أنه معظم كلام الرؤساء، سامحوني مع كل محبة، بزنش جرام، لأنه إذا ما بيغيرش في المجتمع شو الفايدة من الكلام؟ بس كل حرف من كلام يسوع المسيح بزين مليار طن، لأنه كل حرف من كلام يسوع بغير الناس، بيشفي الناس، بحرر الناس دايما للخير. يعني كلام يسوع بخلص، مش أي كلام. فالمسيح هو مثالنا في كل شيء. وقال: ليس التلميذ أفضل من معلمه. طب ليه أنا بتبع مثاله؟ لم يجمع الأموال، ولم يكدس الأموال والخيل. كمان طب ادرس التاريخ، ادرس سيرة الأنبياء لما ماتوا قديش كان عندهم. بصراحة ادرس الموضوع. يعني ولا كان عنده عبيد، واحنا العرب يعني احنا اللي جبنا العبيد بصراحة. ولد في مدود ودفن في قبر مستعار. كانوا التلاميذ بيتخاصموا مين الأعظم، ومين بده يكون عن يمينه ومين بده يكون عن يساره. تعرف شو عمل يسوع؟ راح أخذ منشفة وغسل أرجل التلاميذ، وعلم عن العظمة الحقيقية هي في تقديم الآخرين، هو في التواضع، لأن كل من أراد أن يرتفع، اللي كل واحد بده يرفع نفسه يتضع، ولكن كل من يتضع الرب بيرفعه. أحبائي، بتعرفوا المسيح لما كان يصلي، لاحظ حتى الكتاب بيقول كان يصحى في الصباح الباكر، وبعدين أو بيصلي في الليل كل الليل. طب ليه يا رب؟ قال: لأنه وقت الناس خلال النهار مهم جدا، عاوز يستثمر كل دقيقة من الناس. يعني بيضحي في وقته هو، وبضحي في تعبه وفي راحته من أجل الآخرين. يا ريت إحنا كخدام نتعلم هذه الأمثلة، يا ريت فعلا يكون عندنا هذا النوع من التضحية. يعني مرات ما بنردش على الناس، بنفكر حالنا إنه إحنا أكبر من الناس، عشان واحد يتصل فينا كأنه بيربح معركة العالمين أو حرر الأندلس. اليوم أحبائي مش عارف شو المشكلة، مش عارف شو القصة في هاي المواضيع. المسيح كان يصلي بالليل، كان يصلي الصبح، عشان النهار يخدم الناس، ما يضوع أي فرصة. وكل فرصة وكل وقت هو هدية وعطية من عند الرب، له كل المجد. ما كان ياخذ وقت الناس، ضحى بوقته. ثم أحبائي بعد كل سماع هذا، المسيح هو المثال الرائع اللي يحتذى به في المحبة، بالأمانة، بالإخلاص، بالتسامح، بالتفاني، بالأمانة، يعني محبته للنفس البشرية، هذه كفيلة وحديها تخليك تتعلق بيسوع وتحب يسوع المسيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، بعد سماع هذه الكلمات من تتبع، يعني يعوزني الوقت بصراحة، محتاجين الأبدية نتكلم عن شخصية يسوع المسيح. مثل ما ذكرت في البداية، لو حبينا نتكلم عن الميلاد العذراوي، لا يوجد أي شخص في هذا الوجود ولد من عذراء من الروح القدس. البعض بيعترض، بيقولوا طب آدم وحواء، طب ما هو آدم مخلوق وحواء مصنوعة من ضلع آدم، بس المسيح مش مخلوق. احنا في قانون الإيمان المسيحي نقول مولود غير مخلوق، مساو الآب في الجوهر، أو واحد مع الآب في الجوهر. يعني اختار إنه يكون في أحشاء القديسة مريم، وبعدين هذا ما نسميه الميلاد العذراوي بدون أي رجل. إذا تكلمنا عن حياته الخالية من الخطية، طب خليني أسألك، تتبع الناقص ولا بتتبع الكامل؟ بتتبع اللي قام من الأموات وهزم الموت الحي إلى أبد الآبدين، ولا بتتبع شخص ميت قبره موجود إلى يومنا هذا؟ بتتبع شخص لم يخطئ، يعني لم يعرف خطية، كامل الأوصاف، كامل بكل معنى الكلمة، ولا بتتبع شخص ناقص؟ بتتبع شخص بيتكلم كلامه بيتحقق، ولا بتتبع شخص متردد بغير فكره، ما عندوش القوة، بيتراجع، بيتقهقر، بسب، بلعن، بهاجم إلى آخره؟ ولا بتتبع يسوع حازم حاسم كل المواقف، واحد بالنسبة له ما فيش إشي يعني بياخده بشكل فجائي؟ طيب بتتبع شخص تمت فيه أكثر من 300 نبوة، طب ما هو إذا بالحساب بقولوا عشان تتم كم نبوة في شخص بتحتاج مليارات من الأصفار حتى تتم بواحد، فما بالك 300 نبوة؟ طب هذا مش دليل كافي إنه المسيح متميز، المسيح فريد؟ بتتبع شخص اللي تجسد، لكن الغرض من التجسد مكتوب عنه ولد ليموت. طب ما بتقولي كل واحد بده يموت، لا 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 لا، كان ممكن يتجسد وممكن يظهر عظمة وكل العالم تآمن فيه، لا، ولد حتى يدفع ثمن خطية الإنسان، هو نفسه صار بديل عنك وعني، كفارة حتى يغطي خطيتك وخطيتي. وهون اجتمعت يعني في شخص واحد العدالة الإلهية والرحمة الإلهية، القداسة الإلهية والمحبة الإلهية، عارف، اجتمعت في يسوع المسيح اللي صار فيه توازن في الصفات الإلهية. فالله يحب الإنسان والإنسان خاطئ، الله عادل يريد أن يدين الخطية لكنه محب، ما العمل؟ فالمسيح حل المعضلة، تجسد وأخذ إنسان كامل بلا خطية حتى يكون كفارة، حتى تكون موته على الصليب بدلية لكل البشرية، حتى يحررنا ويبررنا ويعطينا الحياة الأبدية. هذا ما فعله يسوع المسيح. مين يعني هاي الفكرة الخلاص مبادرة إلهية. طب ما تعبنا وإحنا نقرأ في العهد القديم والناموس والشريعة، ينبغي أن تفعل كذا ولازم تكون كامل ولازم تعمل الصلاح. يا للمفاجأة، ولا واحد كامل، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. طب والحل؟ النفس التي تخطئ تموت، أجرة الخطية موت. يا لهوي، كلياتنا على جهنم معناته. فأنا بدي أشكر يسوع المسيح كل الأبدية وكل الحياة إنه اختار يتجسد حتى يموت على الصليب من أجلك ومن أجلي، لكنه المنتصر الحي قام من الأموات وهزم الموت وأعطانا يقين الحياة الأبدية والرجاء إنه الحياة إن عشنا وإن متنا شيء واحد. خلاص بتغمض عين أنت في الأبدية مع الرب يسوع المسيح. أحبائي، هذا الشخص اللي قدم المثال الكامل والخلاص الكامل، هذا ما يعجبني في شخصه المبارك. شوية كلمات ومتناقضات وأمور كثيرة لا بتجيب ولا بتضر ولا بتنقص ولا بتعمل أي شيء. المسيح اللي بغير ويستطيع أن يكتب اسمك في سفر الحياة. اسمع رسالة مهمة كتير كتير إلك. الكتاب حكم علينا بالموت بسبب الخطية، وطبعا احنا خطاة، يعني تورثنا الطبيعة الخطاء من آدم، وليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، وكلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه. لكن الرب جاء في ملء الزمان وقال أنا بحبك، أنا مش عاوزك تهلك. جهنم مش لإلك، جهنم معدة لإبليس وملائكته، لكن إذا بترفض يسوع المسيح طبعا نصيبك النار. هذا واضح في كلمة الله، مكتوب لكي لا يهلك كل من يؤمن به. فاليوم عندك فرصة تضع ثقتك وإيمانك بالرب يسوع المسيح اللي أحبك حتى الموت، بذل نفسه من أجلك، ولأنه حي أعطاك التبرير الكامل أمام شكاية العدو وتبرير أمام الله. هو المسيح صار برنا، فالله بينظر إليك، أنت مش شخص كامل لكن خطاياك مغفورة بدم المسيح، فبينظر إليك من خلال عمل المسيح، فأنت بتأخذ هذا البر. شو رأيك اليوم تقول له يا رب ارحمني، بدعوك لحياتي، أنت مخلصي، ربنا يباركك.